اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لازانيا بالدنجال، كتجي رائعه ولذيذه مع صلصه البشاميل ومع الفخوماج ومع صلصه الطماطم اللي غدا نخلط معها الكفته او اللحمه المفرومه. نخليكم مع الطريقه ومع المكونات حتى الاخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نشارك معكم لازانيا او غراتان في الفرن، كيجي بالدنجال وبصلصه الطماطم. صلصه الطماطم هنا شحرت معها زبيته ومعها شويه ثومه ومليحه وشويه البزار ولا فلفل اسود. هنا عندي الدنجال رقدته في ميها ومليحه، وعملت هنا واحد المقلاه يعني غير لاصقه، درت لها واحد الرشه خفيفه ديال الزيت باش الدنجال ما يلصقش معايا في المقلة. ومن يطيب غادي نقلبو الجهة الاخرى مع رشة ملح، نرش الملحة ونرشو حتى البزار. انا عندي هنايا اللحمة المفرومة او الكفتة، خديتها من المجمد وغادي نغطي عليها الغطاء ديال المقلة ونخلي الكفتة حتى تطلق معايا مزيان. بالنسبه للبنجال غادا نخلي غير فقط يعني تقدر ديك الكميه اللي فيه ديال الماء، كيف ما كتشوفوا بدا كيتحمر هنايا صافي. من بعد غادا نوضعه في واحد الصحن نخليه حتى يبرد، ومن بعد نملا الزغرفان ديالي ونحضر البشاميل. من بعد كيتبقى يتشحر معنا هنا البنجال كنرفعوه ونحطوه في واحد الصحن، نعملو عاود واحد الرشه خفيفه ديال الزيت ونكملوا الكميه الكل المتبقيه كلها ديال الدنجال ونرشوا الملحه ضروري. غدا ناخذ هنا الحليب وغدا نحضر البشاميل، ناخذ القياس تقريبا كاس ونص ديال الحليب، وغدا نعمل الدقيق الخالي من الجلوتين. الى عندكم نشا عملوا نشا يعني مايزينه، كنعمل دائما هذا الدقيق كابوتو، صراحه هذاك كيعاونني بزاف انني باش نحضر به البشاميل ولا هكا الصلصات كيف ما كتشوف هكايا. وغدا نضيف عليها الزبده. بالنسبه للزبده راها بدون جلوتين، كاينه كاينه طريقه، كاينه عاود الطريقه درت هنا الزبده، كاينه طريقه اخرى انكم تذوبوا الدقيق مع هنا. جاتني الزبده قليله، قلت نضيف عاود الزبده. يمكن لكم تعتمدوا على هذه الطريقه ولا تعملوا الطريقه يعني المتداوله تقريبا عند الناس كاملين، انكم كتضيفوا الزبده وديروا الدقيق وتخليوه حتى يعني يتجانس مزيان، من بعد كتضيفوا الحليب بشويه بشويه. هنا كيف ما كتشوفوا الكفته بدات كتذوب صافي. غادي نطفي عليها النار وغادي نحضر معاكم دابا صلصه البشاميل. هنا كيف ما كتشوفوا كملت انني شحرت الدنجال اللي عندي، نحطه في طبسيل نخليه يبرد، مازال سخون. طاب مزيان. هنا حطيت الحليب الزبده والدقيق وكنحضر في البشاميل وغادي نضيف عليه شويه الملحه وشويه البزار. ناخذ هنا شويه صلصه نوضعوها اسفل الطبق، وغدا ناخذ دنجال اللي شوينا في المقلة مع شوية الزيت وشوية البزار. الصراحة مع هذا الجو ما كيصلح غير الأكل في حال ما هكذا. دابا غنوضع القليل من صلصة الطماطم، صلصة عفوا
صوص البشاميل. هنا غنبداو نضيفو في البشاميل كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيفو الجبن المبشور. بالنسبه الجبن نتوما كتعملوا للنوعيه اللي بغيتو. كنعاود نفرش صلصة طماطم مع الكفتة، ممكن عاود نوضع طبقة ديال بنجال. الا كانوا الوليدات عندكم ما تياكلوش الدنجال، الا دعمتوا ليه مع الطريقه الصراحه غادي يعجبهم الحال وغادي ياكلوه. هنا من بعد ما فرشنا واحد الطبقه ديال البشاميل وعملنا فوق منها الفرماج، غادي نحاول نوزع غير واحد شويه ديال صلصه الطماطم، ونعاود نضيف. عندي واحد النوعيه اخرى ديال الجبن، غادي نضيف هنا الجبن على السطح، وغندخل لازانيا ديالي الفران تحمر ونوريكم النتيجة النهائية. ما شاء الله لازانيا ديال الدنجال جات رائعة، وكيف ما كتشوفوا هنايا يعني الشكل ديالها واللون ديالها مع الفخوماج ومع البشاميل ومع صلصة الطماطم اللي عملت، صراحة حاجة زوينة. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو وتعملوا اشتراك اللي مازال ما مشتركش في القناة، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة من الوصفات الخالية من الجلوتين. وكيف ما كتشوفوا هنايا يعني مع هذا الجو ديال الحر والحال سخون والاجواء، الصراحه الانسان يقدر في حال هذه المسائل يعملهم يعني بيكنيك وجبات يعني الخفيفه، ونحضرهم لوليداتنا علاش لا السلياكيين، والا كنتو نتوما سلياكيين ولا يشافينا ويشافي الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.